ويا مساء الخيرات ومساء الجمال على أجمل متابعين، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. رجعنا لكم من جديد بتغطية جديدة، وراح أبدأ لكم اليوم التغطية بإذن الله من قسم الترابية. أكيد ما في أفخم وأجمل من التصميم الترابي، عشان كذا وفرنا لكم تشكيلة جميلة هذه من المخدات الروز أو الشالكي. إيش رأيكم بالتشكيلة؟ عندك ما بين الشكل المربع وعندك هذا الشكل الجبل، كذا راح تكون بالحجم الوسط، وفرنا لك باللونين ما بين بنفسجي وعندك كمان اللون الأحمر. راح تاخذين كل مخدة بسعر 5.75 ريال هللة. قاعدة تجهزي المولودك ومحتارة من وين تاخذي وتدوري على سعر مناسب ونفس الوقت تكون جودة جدا عالية، أكيد طلبك راح تلقينا في شركة مجمع شامل، وفرنا لك كل شيء تحتاجين لمولودك. خلوني أبدأ لكم مع البرموتوزات الجميلة هذه للبنوتات أو للأولاد، للأمانة الخامة ولا أروع، راح تكون هذه الأشكال كم طويل، وفرناها زي ما قلت لكم للبنوتات وللأولاد. شوفوا معي قد إيش التصميم لطيف، راح يكون موجود كل المقاسات للمواليد، وراح تأخذون كل هذا الجمال بس بسعر 5.75 ريال هلا. والشامل اختصر عليكم الكثير من الوقت، وفرنا لك كل شيء تحتاجين لمولودك وبالسعر اللي يحب قلبك وبالجودة العالية ما بين اللها يا My honey bun sugar plum pumpy yummy yumpkin You're my sweetie pie You're my cupy cake gum وللي طلبوا أصور لهم الملابس الشتوية وصلتنا حاليا هذه البناطيل الرجالية الجميلة خامة شتوية تدفي جميلة جدا، وفرنا لك سواء الرمادي الفاتح أو الغامق، توفر تقريبا جميع المقاسات الرجالية، وراح تاخذون القطعة أو البنطلون الواحد بسعر 5.75 ريال هللة. الشالات الموجودة عندنا في المركز مالها مثيل بجمال أشكالها وجودتها وبسعرها، وفرنا لك اليوم تشكيلة الواسعة هذه من الشالات الشتوية فيك في الشتاء. على فكرة هذه الأشكال من الشالات كثير مطلوبة للأمانة الخامة ولا كأنها بخمسة، وفرنا لك بأكثر من شكل. شوف كمان جمال الوردي، ممكن تحطينه على الكنب كديكور أو تحطينه على الكتف راح يدفي. ومعقولة ننسى تلبيسات المخدات ما نخليها لكم شتوية وتناسب الشتاء؟ وفرنا لك عدة أشكال من تلبيسات المخدات مخمل بجو ماش العادي وفيما بين المخمل ولا أروع، وفرنا لك بعدة خيارات. طبعا هذه الأشكال تناسب المخدات الكبيرة اللي هي الشكل المستطيل، يعني تحطينها على السرير، اختاري منها الشكل اللي يناسبك فيما بين. خلونا نكمل لكم التغطية بالدور الأول مع كل جديد ومع معطر السيارات الجميل هذا بروائح جدا منعشة، تحطينها في سيارتك سواء للسيدات أو حتى للرجال، وفرناها لكم بعدة أشكال بروائح جدا منعشة. الحلو راح تاخذون من الحبتين إلى ثلاث حبات وبسعر 5.75 ريال هللة. وعشان تستمتعين بمشروبك لازم يكون الكوب أنيق ولطيف، وأكيد أكواب شركة مجمع شامل مالها مثيل، وفرنا لك اليوم تشكيلة الأكواب الجميلة واللطيفة هذه للاستمتاع بمشروبك المفضل، ما بين الشكل اللي يكون بدون يد وفي الشكل اللي يكون مع اليد أو المسكة زي ما شايفين. تقدرين تستخدمين في الحليب العصير أو حتى المشروبات أو القهوة البالتة. إيش رأيكم بالتصميم؟ جميل جدا، حتى راح يكون معه أرقام معيارية. تأخذين الكوب الواحد بسعر 5.75 ريال هللة. شاركينا آرائك، تحبين اليد أو عفوا الكوب اللي يكون معه اليد أو بدون؟ وأكيد ما نسينا المقات القزاز بالحجم الكبير، تقدرين تستمتعين فيها بمشروبك لأطول وقت. شوفوا معي جمال الأشكال قد إيش شكل جميل ولطيف. تخيلين راح تاخذون القطعة الوحدة بسعرنا الخيالي 5.75 ريال هللة، صراحة يا بلاش تاخذينها لك أو مثلا تاخذينها هدية لمن تحبين. ويا أهلا بالمنتجات اللطيفة والجميلة لليوم، تغريسات كريليك بتصميم جدا لطيف، صدقيني ضيافتك راح تكون مميزة مع هذه التغريسات، يعني تحطينها على
الحلويات أو على الفواكه راح يطلع بهذا الشكل الجمالي. وعندك شكلين، ما بين شكل الكريستال وعندك شكل القلب، وبعدة ألوان. وحجمه على فكرة جدا مناسب، حجمه راح يكون وسط. وراح تاخذين 12 حبة من أي لون أنت حابه، سواء الوردي أو السماوي أو الشفاف، وبسعر 5.75 ريال. هلا لك. محتارة بين الفضي والذهبي، جمعناهم لك بمنتج واحد، قوالب الكب كيك، وبعدة أشكال وبعدة ألوان وفرناها لك لليوم، ما بين الذهبي وما بين الفضي وما بين المكس الذهبي والفضي. الحلو راح تاخذين مجموعة كاملة تقريبا 24 قطعة من قوالب الكب كيك، وبسعر 5.75 ريال. حلو. بالله عليكم، وين تلقون شركة دلعكم زي ما ندلعكم في شركة مجمع الشامل؟ أكيد صعب تلقون. وفرنا لكم اليوم تشكيلة الفنجين الأنيقة هذه، فنجين الهبة، فنجين الترند، وبسعرنا الخيالي. ويا عيني على الجمال، ويا عيني على الأناقة كلها اللي اجتمعت بهذا الفنجين. وش أقول وش أخلي، الشامل هذه المرة بدع آخر إبداع. وفرنا هذا الفنجين الجميل الترند اللي راح تاخذون القطعتين مع بعض، متخيلين؟ يعني برا انتم عارفين راح يبيعونها القطعة الوحدة، اما عندنا في شركة مجمع الشامل راح تاخذون الفنجان مع الصحن في السعر اللي يحبه قلبكم، 5.75 ريال. هلا. واكيد نهتم بادق التفاصيل، حتى ادوات واكسسوارات الحمام، وانتم بكرامة وفرناها لكم بالشكل الانيق واللي اكيد راح يعجبكم. حبيتوا وفرنا لكم من جديد موزع صابون القزاز الفخم والانيق هذا، اللي ما لحقت عليه تلحق عليه هذه المرة. طبعا لعشاق اللون الذهبي او حتى لو حاب اللون الفضي، راح تكون قزاز 400 ملي، وراح تاخذون القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا. والشامل حبيب الكل، ما خلاكم تحتاجون أي شيء، متخيلين؟ حتى الموية وفرناها لكم، ومجموعة توفيرية، متخيلين؟ راح تاخذون العشرين حبة أو عبوة من الموية، راح تكون الوحدة فيها 330 ملي، وعشرين حبة هذه كلها راح تاخذونها بسعرنا الخيالي 5.75 ريال. هلا. بالله عليكم، في أرخص؟ أكيد ما في أرخص من هذا السعر غير في شركة مجمع الشامل. اكسري الروتين، اضيفي الوان جريئة على سفرتك، واختاري اللباد الجميل هذا باللون الاحمر الجريء، جميل جدا، راح يكون كذا على شكل وردة بحجم جدا مناسب، حجم الوسط. كمان وفرنا لك باللون الاسود الفخم، وراح تاخذين كل لباد بسعر 5.75 ريال. هلا. الحلا اكيد يبغى له طريقة تقديم ولا أروع، وتكون مميزة وفخمة. اختاري هذه الصحون اللي اخترناها لك من شركة مجمع الشامل، أبهري فيها الجميع. عندك ما بين الشكل أو اللون الفضي، وعندك الذهبي، طبعا في منها كمية محدودة، كلها راح تكون معدن وبالحجم الصغير. أفضل مساعد في مطبخك هو حامل الملاعق، تصميم جدا أنيق، يعني وانت تطبخين تقدرين تحطين ملعقة الطبخ في هذا الستاند الجميل، تضمنين انه يكون مطبخك نظيف وما يتوسخ ابدا. وفرنا لك بعدة خيارات، ما بين الستيل وما بين الستيل بس، راح يكون مع الزبدية باللون الذهبي البلاستيك، وفي منها شكل الدائري، كمان عندك المربع، كلها اذكركم راح تكون ستيل وبالحجم الوسط، راح تاخذين القطعة الواحدة بسعر 5.75 ريال. هلا. ضيافتك جاهزة وملفتة دائما مع أدوات تقديم شركة مجمع الشامل، شوفوا معي كل الفخامة اللي وفرنا لكم اليوم، طقم أدوات مائدة بتصميم جدا فخم وبعدة خيارات. عندكم هنا ما بين تصميم الماربل مع الحروف العربية، وعندك هذا التصميم زي تصميم الفرزاتشي، ايش رايكم بالتشكيلة؟ صراحة فخمة فخمة بمعنى الكلمة، راح تكون ستيل باللون الفضي، والمقبض راح يكون سيراميكي. حابين من بين هذه الأشكال الأنيقة، وصدقيني راح تحتاري بينهم، راح تاخذين كل ثلاث ملاعق سواء الحجم كبير أو صغير، وبسعر خلو وفرنا لك حجم كبير من الملاعق وحجم صغير كمان. وشوفوا اللون الأزرق صراحة يموت، أنيق من الآخر، داخل معاه اللون الأبيض والذهبي، راح تاخذون الثلاث ملاعق من أي شكل انتم، 3.75 ريال. هلا.
بعقد إيش الألوان حلوة وناعمة، سواء للجامعات طالبات المدارس أو حتى تستخدمونها في الجيم. الحلو فيها عفوا راح يكون معاه هنا مسكة لسهولة لها، وحجمها جدا مناسب، وكلها راح تكون قزاز، راح تاخذين القطعة الواحدة وبسعر 5.75 ريال. هلا بالله عليكم، في ألطف من ليفة الاستحمام هذه؟ راح تكون ليفة الاستحمام ناعمة على البشرة ومعها بنفس الوقت دبدوب للأطفال، يعني من بعد اليوم أطفالك راح يحبون الشاور وما راح يخافون أبدا مع هذه الليفة اللطيفة. وفرنا لك في عدة ألوان، شوفوا معي جمال الألوان، وراح تأخذ كل ليفة بسعر 5.75 ريال. نكمل تغطيتنا لليوم من قسم الألعاب بالدور الثاني من المركز مع الماسكات الجميلة هذي اللي وفرناها لأطفالك بشخصيات أكيد مفضلة عندهم، في أشكال للبنات وللأولاد رائعة جدا، وراح تاخذين كل ماسك بسعر 5.75 ريال. والعيون اللي طلبوا أصور لهم الجديد من قسم الألعاب راح أصور لكم الأشكال الجديدة سواء ألعاب البنات والأولاد، أسعدي فيها أطفالك، كلها راح تكون بسعر واحد المغلف بسعر 5.75 ريال. هلا لبست. لعشاق التميز وعشاق الجمال لا يفوتكم اللوحات الجميلة اللي وفرناها لكم لليوم، تقدرين تحطينها في ركن الكوفي بكل سهولة. الحلو راح يكون مع علاقات صغيرة بحيب تقدرين تعلقين عليها الأكواب، شوفوا قد ايش شكلها جميل، وفرنا لك بعدة خيارات كلها راح تلقونها بالدور الثاني من المركز، اختاري منها الشكل اللي يناسبك وراح تاخذين كل قطعة بسعر 5 ريال. ايش اكثر شيء يضيع منكم في البيت؟ اكيد غالبا كلنا ننسى وين نحط المفاتيح، طب ايش الحل؟ الحل مع التعليقات الخشبية اللي وفرنا لكم لليوم، تقدرين تحطينها على مدخل البيت وتحطين فيها المفاتيح، ومن بعد اليوم ما راح تضيع ابدا،
راح تكون كذا خشبية بثلاث ألوان، عندك الأبيض والأسود واللون البيج. الأجواء هادية وأجواء مفعمة بالهدوء، ما لكم إلا تختاروا تشكيلة الشموع اللي وفرنا لكم اليوم بالدور الثاني نيو ماركز. طبعا أنتوا عارفين هذه الأشكال قد إيش راح يكون سعرها غالي عفوا خارج المركز، أما عندنا في الشامل راح تأخذون من قطعة إلى قطعتين بسعر 5.75 ريال. هلا لا بس. من الشموع الأكثر طلبا تشكيلة الشموع الجميلة هذه، صراحة معاكم حق جميلة جدا، وبالإضافة إنها راح تكون مجموعة توفيرية، يعني متخيلين راح تأخذون 6 شموع إلى 30 شمعة ب3 أحجام، كبير ووسط وصغير، تحطينها كذا على الطاولات أو تحطينها داخل الفواحات، وراح تأخذين المجموعة أو المغلف بسعر 5.75 ريال. هذا والشموع الطويلة وش أحكي لكم عنها؟ إذا البوكس ما شاء الله الحالة أنيق ينفع للهدايا، أو ممكن تحطينه داخل شمعة دنات راح يكون شكله جميل وأنيق. اليوم صدق بيضناها معاكم على الآخر، متخيلين وش وفرنا لكم اليوم؟ علب قابلة للتعبئة بالعطر بألوان جدا زاهية، خلونا أوريكم كيف التفاصيل. راح تكون علبة عطر بالحجم الصغير، تاخذينها معاك في كل مكان، تحطين فيها من هنا العطر المفضل عندك، طالبات المدارس الجامعات، راح تفيدكم كثير، حتى تاخذينها معاك في كل مكان في الطلعات، تحطينها في الشنطة ما راح تثقل عليك ابدا. اختاري منها اللون اللي يناسبك، في عندك فضي، اسود، ازرق، وردي، ذهبي، الوانها جدا رائعة. وراح تاخذين كل هذا الجمال بس بسعر 5.75 ريال. هذا بالله عليكم في اجمل وافخم من هذه المراية؟ تصميمها غير اعتيادي، معها سلسلة ممكن تعلقينها في الجدار بكل سهولة، راح تكون كذا بالشكل البيضاوي وباللون الأنيق اللون الذهبي.